بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاهلي في المونديال. الحقيقه زي ما حضراتكم عارفين بكره ان شاء الله هتنطلق هذه البطوله الكبيره بطوله كاس العالم للانديه. هنتكلم عن هذه البطوله وايه اللي حصل طوال النهار النهارده وايه اللي هيحصل خلال الثلاث ساعات اللي احنا هنشتغل فيهم مع حضراتكم ولكن قبل ما اتكلم عن ضربه البدايه اللي هتبقى بكره ان شاء الله. سؤال لكل الناس لبعض من لا يشجع النادي الاهلي وهو سؤال مهم جدا هو النادي الاهلي كان بيلعب في الدوري امبارح؟ النادي الاهلي ما كانش بيلعب في الدوري امبارح، ايه اللي دخل النادي الاهلي في هزيمه نادي الزمالك من نادي المحله؟ انا مش عارف الحقيقه. كل الناس تقول لك ايه؟ اصل او بعض من لا يشجع النادي الاهلي يقول لك ايه؟ اصل النادي الاهلي كان خايف يروح يلعب في المحله. طب بالعقل، خلينا نتكلم بالعقل وبالراحه. ايه اللي حصل مسؤولي غزل المحله؟ طلبوا من مسؤولين النادي الاهلي ومن في اتحاد كره القدم ان المباراه الاولى تبقى بتتلعب في القاهره وافق المسؤولين في النادي الاهلي على كلام مسؤولي غزل المحل وبالتالي اتلعبت المباراه الاولى للنادي الاهلي امام غزل المحل هنا في القاهره بناء على ايه بناء على طلب من المسؤولين في نادي غزل المحل مش بناء على طلب من النادي الاهلي او النادي الاهلي خايف زي ما بعض من يشجع النادي الاهلي بيتكلموا، النادي الاهلي ما بيخافش، النادي الاهلي يعني بالنسبه له ان هو يلعب مباراه، عايز يكسب طبعا كل مباراه، وكل مباراه عايز اللعيبه يم... عايزه تموت نفسها وكل حاجه، ولكن في النهايه هناك اصول وتقاليد دايما بنمشي عليها ولوايح، قبل اي شيء في لوايح بنمشي عليها. فكلام غريب جدا، انا مالي انا ان الزمالك اتغلب من المحله؟ يمكن الشبه الوحيد او الحاجه الوحيده اللي شبه كده ايه؟ ان خالد الاخميمي اللي احرز هدف النادي المحله في الدقيقه 94 تقريبا يعني نفس اللي هي الضربه القاضيه نفس موضوع محمد مجدي قفشه هو ده اللي شبه الناس او خلى الناس تتكلم في هذا الموضوع لكن النادي الاهلي ليس له في الموضوع اطلاقا النادي الاهلي دلوقتي في بطوله كاس العالم للانديه وعنده اولى المباريات بكره بالمناسبه هو مين اللي غير يعني اسوانه هو بيلاعب الزمالك مثلا مش اولى المباريات اتلعبت هنا في القاهره حد في النادي الاهلي اتكلم حد من جمهور النادي الاهلي اتكلم مفيش اي حاجه حد اتكلم في اي حاجه ليه لانه الامور بالنسبه لنا احنا عايزين نلعب كره قدم مش عايزين نخش في خناقات وعايزين نخش في كلام وهاب اي كلام وخلاص وبعدين خدوا بال حضراتكم مثلا في مباراه اسوان والزمالك المباراتين هيبقوا في القاهره المباراتين هيبقوا في القاهره مش استبدال ولكن مسؤولي غزل المحله طلبوا من المسؤولين في النادي الاهلي ومن المسؤولين في اتحاد كره القدم ان المباراه الاولى تتلعب في القاهره علشان الاصلاحات اللي كانت موجوده في استاد غزل المحله. على الفور على الفور وافق المسؤولين في النادي الاهلي على هذا الامر. ايه تقول لي بقى اصل المحله انا مالي؟ انا ما بلعبش دلوقتي في الدوري. انا عندي مباراه غدا ان شاء الله عايز اتكلم فيها وعندي بطوله كاس العالم للانديه بكره ان شاء الله عايز اتكلم فيها. ماليش علاقه خالص باللي بيحصل محدش من لعيبه النادي الاهلي دلوقتي بيفكر في اي حاجه من اللي حضراتكم بتتكلموا فيها دي كل حاجه يجيب النادي الاهلي ويدخله في موضوع كل حاجه عايزين يجيبوا النادي الاهلي ويدخلوه في موضوع سيبوا النادي الاهلي ممثل افريقيا وممثل مصر وممثل افريقيا في بطوله كاس العالم للانديه